ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وحمله وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. فقرن الله سبحانه وتعالى حق الوالد بحقه، إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا يدل على أن حق الوالد عظيم، وأن حقه كبير. ومع هذا الحق العظيم الكبير، إلا أن الوالد إذا جاهدك على أن تشرك بالله فلا تعصه، وكذلك في جميع المعاصي. وهذا أيضا من منهج التربية، أن الوالد إذا كان يواقع معصية معينة كأن يشرب الدخان أو غير ذلك من المعاصي، فلا يرسل ولده ليشتري له ما يعصي به الله. وهذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه لما أسلم جاءته أمه فقالت: ما هذا الذي أحدثته يا سعد؟ والله لتتركن دين محمد أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي. فقال: يا أماه، إني لست بتارك دينه. قالت: فتركت الطعام يوما وليلة حتى أصابها الجهد الشديد. قالت: ثم تركته يوما وليلة، فلما اشتد عليها ذلك جاءها سعد رضي الله عنه فقال: يا أماه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا لما تركت هذا الدين ولا قيد أنمل، أو كما قال رضي الله عنه. فأقر الله سبحانه وتعالى هذا الثبات من سعد رضي الله عنه، ومن عدم تركه للدين الصحيح. ولكن الله سبحانه وتعالى وجه المؤمنين أن يخاطبوا آباءهم بالتي هي أحسن. انظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه الذي كان رأسا من رؤوس الكفر: يا أبتي لما تعبد. يا أبتي، هذا خطاب فيه الرحمة وفيه الاحترام والتوقير. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر الآيات. فكان خطابه هذا الخطاب الذي بلغ في الأدب وفي الرحمة وفي الحكمة عليه الصلاة والسلام.